بص يا كريم، كلامك منطقي جدا. وفي بطولات باي ذا واي او بالمناسبه يعني احنا خسرناها كتير، وخرجت الجماهير رغم الخساره دي قعدت تهتف باسم اللعيبه، وكانت بتحيي وقتها الجهاز الفني. صحيح. وما زعلتش وما غضبتش على اي حاجه، بالعكس. ليه؟ لان وقتها كان برضو، عشان الحق يقال يا كريم، كان وقتها حتى لو احنا ما كناش كسبنا بس كانت شخصيه الاهلي موجوده، كانت حاضره في البطوله. انا هرجع بحضراتكم كده، وبحب دايما لغه الارقام، نروح ل 2010 لما خسرنا دوري ابطال افريقيا في ماتش طبعا الترجي، وكان ماتش شهير جدا محدش لحد دلوقتي قادر ينساه. كان رد الفعل ايه يا كريم وقتها لو انت فاكر؟ خرجت الساعه 2 و3 الفجر في مطار القاهره عشان تستقبل الوفد، وكان طبعا مشهد مهيب جدا جدا طبعا. جدا، رغم اننا بنتكلم ان احنا خسرنا اللقب. صحيح. يعني انت خسران اللقب لكن صحيح. فريقك مش فارق معاه، لانه شاف ان انت اديت على الارض اللي تقدر عليه وزياده. هو ده اللي احنا بنطالب بيه على فكره. هي القصه مش قصه بطولات على قد ما قصه ان انا عايز يا جماعه اشوف لاعبتي بتبذل كل اللي تقدر عليه. عشان كده تاني احنا هنقول قدامنا لسه 8 ماتشات كلهم صعبين، مفيش ماتش سهل. احنا شفنا الفتره اللي طبعا. فاتت ماتشات كنا داخلين قال لك احنا عايزين 2 و3 وسكور تعادلنا، لا طبعا نكسب باذن الله وبس، ونلعب على الفوز بروح الفانيلا الحمراء اللي اعتقد يعني وحشتنا جدا، بجد وحشتنا جدا. وان شاء الله خير الفتره اللي جايه. واحنا تاني هرجع اقول احنا محتاجين دعم الجماهير بشكل كبير جدا، مفيش غنى عن دعم الجماهير. فيا ريت ان شاء الله يعني لو ربنا وفقنا وفزنا بالدوري نقول الحمد لله، ونبدا نبني على اللي حصل يعني. والموسم صعب، الموسم صعب بس لسه في امل. يعني موسم صعب عشان الرؤية تبقى واضحة، بس لسه في أمل بإذن الله خير. يا مساهر الحال، كلنا بنتمنى يعني إن احنا نشوف الأفضل للنادي الأهلي، ونشوف الأداء الأفضل اللي احنا متعودين عليه دايما من لعيبة النادي الأهلي الفترة اللي جاية إن شاء الله. هنقول إن هي لكل جواد كبوة زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم من كام يوم اللي فاتوا. بالمناسبة على فكرة أقول لك على حاجة كريم، ده بيحصل مع النادي الاهلي كل فتره باي ذا واي. يعني انت بتبقى ماشي زي القطر وبتمشي وبتبقى يعني مش هقول بتدوس على الكل، بس انت بتبقى اعلى من الكل، وبعدين بيحصل دروب كده فتره. ده على مر التاريخ حصل كتير جدا على فكره، متكرر. يعني كل كام سنه كده هتلاقي في دروب حصل للاهلي، بعدين ترجع تقف زي ما تقول هي فتره شحن، بتشحن نفسك تاني، بتشحن طاقتك تاني، بتعيد زي ما بتقال كده بناء قوتك مره تانيه. لان ما ينفعش حد يستمر الى الابد ناجح وعالي ورقم واحد، لازم الدروب ده بيبقى لمصلحتك عشان تيجي تكمل مره تانيه. فده حصل قبل كده، فعشان كده بنقول لحضراتكم اصبروا، لان احنا هنرجع نقف على رجلينا رغم اي تحديات، رغم اي حد مش حابب ان ده يحصل، رغم اي صعوبات بتواجهنا. بس تاني التاريخ هو اللي بيتكلم مش توقعاتنا، التاريخ هو اللي بيقول كده. دي مش اول ولا تاني ولا تالت مره يحصل دروب فيها، عادي على فكره يا جماعه، عادي جدا. يعني دي زي ما بيتقال كده حسابات الدنيا كده، او هي دي الدنيا، يعني ده الواقع ولا انت